بس اللي حصل ده معناه ان اكرم عارف ان علي فوق، ملهاش حل تاني. ممكن يكون البواب قال له، ممكن يكون شاف عربية علي تحت البيت، ممكن يكون حس بربكتي. انا ما يهمنيش عارف ازاي، المهم انه عارف. ايوه يا فريده، بس ما كانش المفروض تضغطي على علي بالشكل ده. مفيش راجل يستحمل انه يسيب مراته قاعده مع طليقه وهو مستخبي جوه في الاوضه. انا بكلمك في بنتي وانت بتكلمني في علي وحالته النفسيه. كنت فاكر انك بتحبيه. انا فعلا بحبه، بس مش بطريقتك اللي ممكن تضيع كل حاجه عشان الحب. ايوه اقعدي هجمي فيا، ما هي احسن طريقه للدفاع هي الهجوم. انا لا عايزه احكمك ولا عايزه ادافع عن نفسي. انا كل اللي يهمني بنتي، هل من حقه قانونا انه ياخدها مني؟ بصراحه بس ما تقلقيش، اكرم بتاع مفاوضات وحلول وسط. ما هو عشان بتاع مفاوضات هيحاول يكسب ارض عشان يوصل لاقوى نقطه. انت ما عندكش حل قانوني؟ للاسف لا. يا فريده ما تقدريش البلاء قبل وقوعه. اقدر ايه؟ بقول لك مسكوا في بعض وكان هياخد البنت بالعافيه. طيب سيبيني احدد ميعاد مع اكرم واحاول احل معاه. اللي كنت خايفه منه حصل، كنتش عايزة أوصل لكده أبدا. اللي هو إيه؟ إني أختار بين علي وبنتي، لأني ساعتها مش هفكر بالسهولة دي. هتضحي بسعادتك؟ أكيد في حل وسط. مفيش، أنا عارفة أكرم كويس. المهم دلوقتي عايزاك تجاوبني، لو أنا اتطلقت من علي حضانة تفضل من حق أكرم؟ لا طبعا، حق الحضانة يرجع لك بعد الطلاق. يبقى أنا لازم أتطلق من علي.